مرحبا متابعينا قناة جو تي في في هذا المباشر مباشرة من مدينة سيدي بنور. غادي نلقى لكم في هذا الجولة الصباحية اللي غادي نناقشو فيها مشكل ديال الانتخابات. غادي نناقشو هاد الموضوع المهم حول السقاقات خليكم معنا ريتما أننا كما قلنا لكم صباح الخير خويا جواد. جمعة مباركة، جمعة مباركة على جميع المسلمين. نتمنى أن هذه الجمعة تكون مباركة علينا وعلى سائر الأمة المسلمة. كما كنقول لكم في هذه الجولة الصباحية صباح الخير، صباح الخير من مدينة سيدي بنور. تحية خويا عارفي، مرحبا بك، مرحبا بكل المتابعين ديالنا اللي غادي نقول لكم في هذه الجولة. بالنسبة للموضوع اللي عندنا غادي نناقشوه، واش نتوما مستعدين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي ما بقاش عليها بزاف، اللي تقريبا 6 شهور اللي غتكون منتصف السنة ان شاء الله. صباح الخير للحكيمة، تحية لك وتحية لنزل كازا ميكاب ديالنا، وتحية لافامي عائلة الضمان. كما قلنا لكم موضوع للمناقشة هو واش نتوما مستعدين الانتخابات المقبلة، واش غادي نعاودو نصوتو على نفس الأشخاص اللي صوتنا عليهم في الأول. وكما كتعرفوا أن الأشخاص اللي صوتنا عليهم في الأول واش داروا خدمتهم ولا لا. بارطاجيو معنا الإخوان هاد اللايف هذا باش نعرفوا أن الناس أشنو ممكن، لأننا لأننا مقبلين على خويا حميد قايدي مرحبا. كما قلنا لكم حنا مقبلين على انتخابات لا الجماعية ولا البرلمانية، واش حنا مستعدين أننا ندخل غمار هاد الانتخابات باش نكونوا واقعيين، واش المسؤولين اللي كاينين عطاو داك الشيء اللي خاصو تعطى، واش المنتخبين كانوا في مستوى التطلعات الساكنة أم لا. هذا هو اللي بغينا نناقشو معكم متابعين قناة جو تي في. مساء الخير، مساء النور لعائشة، تحية ليك من سيدي بنور. كما قلنا واش غادي نمشيو نصوتو ولا لا. واش حنا غادي نمشيو نصوتو ولا لا، لان بعد ما الانتخابات الاولى دازت، شحال من انتخابات دازت، يعني المسؤولين مازال في دار غفلون، يعني ما كاينش جديد، ما كاينش. يعني كما كتشوفوا ان المدن
بقات كما هي سخير دليل على ذلك سيدي بنور. تحية للمتابعين ديالنا عبر قناة تي في في هذا البث المباشر، وكذلك من خلال المتابعين ديالنا اللي كنحاولوا ان نشجعوا الجميع. كما مرة اخرى تحية لخويا جواد مارس صح النور، محمد عارفي صباح النور، حميد صباح النور، حكيمة صباح النور، عائشة صباح النور، صباحكم كامل سعيد. تحية كما قلنا العائلة الكريمة وعائلتي الثانية عائلة الضمان، كذلك لا ننسى البنوتة الصغيرة علاء ولالة حليمة، وأجمل إهداء مني لأمي محنينة لالة حكيمة ونصر الرباط. بكل صراحة كما قلنا حنايا مقبلين على استحقاقات انتخابية، يعني واش غادي نرجعوا لنفس السيناريو، نفس القصة، نفس الحملة، الوعود والوعود اللي كتعطل المواطن؟ واش نتوما مستعدين انكم غتمشيو وتصوتوا؟ هذا السؤال كنسولو لكم، واش غتمشيو تصوتوا على نفس الاشخاص اللي صوتوا عليهم في المره الاولى من خلال الانتخابات المقبله؟ دائما ومباشره اسلم رحالي صباح النور، صباح الخير للمغاربه كاملين اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر. اذا ناخذكم في هذه الجوله هنا بمدينه سيدي بنور، كما كتشوفوا هذه هي اجواء ديال مدينه سيدي بنور، اجواء الصباحيه مثل نقلوها بالصوت والصوره على قناه شو تي في. تحيه رجال الأمن صحيح. لازم الإنسان يصوت، إذا لم يصوت فسوف يأخذ صوت لا عنده الأغلبية، هناك هذا خطأ كبير أكيد خويا. إحنا خاصنا نمشيو كاملين نصوتو، خاصنا كاملين نمشيو الأصوات ديالنا، لأنه هذا واجب وطني واللي كيكون الدستور، اللي كما قلت إذا مشيتي صوتي يعني راك راضي على الوضع. مباشرة من مدينة سيدي بنور كما كتشوفو كاين بعض الترميمات، كيف تشوفوا كذلك الجمعة مباركة لنا وعليك خويا. كما كتابعوا معنا دائما في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، دائما ومباشرة في هذا البث المباشر علينا وعليك لالة حكيمة أحسن ميك اب، مسيرة موفقة. لازم عليكم توعية المغاربة أكيد. مرحبا بكم في قناتي ما يتعلق بالمحتوى البلدية، مرحبا لل مرحبا للعائشة، مرحبا بكم في قناتي كل ما يتعلق بالمحتوى البلدية. إن شاء الله نتمنى يكون هذا المحتوى ديال البلدية محتوى في
بالمستوى التطلعات ديال المتابعين، دائما كنشجعوا على جميع المتابعين وجميع الاخوه اللي عندهم قنوات في اليوتيوب. نشجعوا جميع القنوات، الناس كيديروا اليوتيوب كيديروا الفيديوهات. صافي خير لاباس بارك الله فيك. كنتمنى كذلك ندعموا الاخت هذه عائشه ام ملك، ندعموها في القناه ديالها لانه تو ولا مشروع اللي كيولوا الناس تيعملوا بالمحتوى، اللي عنده محتوى مزيان كنشجعوه، ولا نشجع المحتويات الغير لائقه. هناك محتويات غير لائقه اللي كنشجعوهاش، محتوى لائق يستحق تشجيع ويستحق تنويه بصراحة، لأن كنشوف شي محتويات اللي الله يرزق السلامة يعني غير 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 في المستوى، وكنتمناو نشوفوا المحتويات ديال البادية، نذكروا ايام زمان، نذكروا البادية والطبيعة وما يتعلق بالطبيعة، لأن اي واحد كيدير شي محتوى جميل كيتعلق بالتقاليد والثقافة المغربية مرحبا به. مرحبا الشيخ البرزوقي، مرحبا بك خويا، تحية لكم من سيدي بنور عاصمة دكان العاصمة الفلاحية، هنا مباشرة من مدينة سيدي بنور لتنقل لكم بالصوت والصورة كل ما يتعلق بهذه المدينة الفتية والمدينة الجميلة، مدينة الأنوار، مدينة سيدي بنور. تحية للجميع وتحية لكل متابعينا عبر قناة شوف تي في لتنقلكم بالصوت والصورة. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في لتناقش معكم موضوع كذلك، لنا عودة في هذا الموضوع ديال معمل القطن اللي غنرجعوا ليه ان شاء الله اليوم، غادي يكون من بعد روبورتاج اللي غنعملوا بالعطاطرة، سنعود الى مدينة سيدي بنور. اخوان كنتمنىكم كذلك صاحبة القناة عائشة ام ملك، كنتمنىكم انكم تابونوا فيها ودعموها، تايا ندعموا المحتوى الجميل، ما نبقوش ندعموا الفضائح و... بارك الله فيك اخي، شكرا جزيلا مازال من العطاء والتعلق، شكرا اختي الفضيلة، هذا واجبنا تشجيع كل الطاقات اللي كتعمل يعني في مجال التواصل الاجتماعي واليوتيوب والانستغرام وتويتر، اللي تحطوا مواضيع جميلة ومواضيع هادفة وليس مواضيع فاسدة. وانا متابعي قناة شوف تي في كما قلنا لكم، واش انتم قادرين تصوتوا على الناس اللي صوتوا عليهم في الاول وما قدموا حتى شي اضافه للمدينه؟ دائما نقول لكم مرحبا، تحيه خويا جواد مارس وناس ديال الجابريه، ومباشرة من قناة شوف تي في قناة الشعب، أول قناة تلفزية إلكترونية في المغرب التي تتميز بسرعة الخبر وبدقة
الجودة، وكذلك دعمها الكامل للفقراء والمستضعفين. من هنا من قناة شوف تي في نقلنا لكم هذا الروبورتاج. نستودعكم الله وإلى اللقاء في بث مباشر قريب إن شاء الله.